السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طريقه رضاعه الخنازير ده طريقه رضاعه الخنازير زي البشر بالظبط بترضع، وده صغار الخنازير العمر شهر، انتاجهم كتير قوي وبيولدوا بكميات رهيبه. ده دليل على القذاره، دايما بتلاقي الحاجات القذره منتشره بطريقه رهيبه، بس ربنا له حكمه في ولاده الخنازير. الخنزير ده النوع الابيض، في منه فصائل تانية، في منه انواع كتيره، في منه نوع بني وفي نوع اسود وفي نوع رمادي، هشرح لكم في فيديو اخر على اشكال الخنزير السمراء. بس اشكال الخنزير السمراء شكلها مخيف جدا، وبتاكل حاجات اكبر من كده، والفصيله بتاعتها بيكون دايما غامقه وبتلاقيها ضعيفه وجسمها نحيف مش مليان زي الابيض والبني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا كلنا عارفين ان الخنزير من اكبر حيوان على وجه الارض، ربنا خلقه لاسباب معينه. ايام سفينه سيدنا نوح عليه السلام لما امر الحيوانات تطلع من كل زوجين اثنين للسفينه، بدات الحيوانات تتبرز على السفينه. ربنا خلق الخنازير عشان تنظف يكون مكنسة الأرض، وبالتالي السفينة تنظف من القذرات اللي عليها. احنا معروفين بالطهارة، ديننا بيقول الطهارة والنظافة. الخنازير دي بتاكل أي حاجة ميتة، أي حاجة جيفة، الدم، أي قذرات، ما بتاكلش غير الحاجة المعفنة اللي عدى عليها وقت ورممت، وحتى الديدان بتاكل الديدان، أي حاجة قذرة بتاكلها، بالتالي مش مكلفة في التربية. أصحاب المزارع بيربوا الخنازير كمشروع مربح، أكتر مشروع مربح، لأنه بينتج إنتاج فظيع من الخنازير، واللحوم بتاعته بتكبر بسرعة وبأقل مجهود وبأقل قذرة، وما بيموتوش بسهولة عشان خاطر أصلا جسمهم الجهاز المناعي بتاعهم متعود على القذارة والبكتيريا والفيروسات والحاجات دي، عمرهم بيزيد أكتر، وإنتاجهم بيزيد سبحان الله الخالق. ورغم كذلك ربنا حذرنا منه في القرآن الكريم، لحم الخنزير، يعني ربنا قال لنا ما تاكلوش لحم الخنزير وما تشربوش الخمور ولا الجثة والميتة، يعني ربنا ذكره في القرآن أكثر من مرة. ورغم كذلك في ناس بتاكله، يعني هو ربنا مش منعه عشان خاطر أي حاجة، ربنا منعه عشان خاطرنا إحنا، عشان في ديدان وقذرات بتدخل مخ البني آدم بتعمل دودة ما بتموتش نهائيا، حتى مع ارتفاع درجة الحرارة أو الغليان برضو الدودة دي ما بتموتش نهائيا، بتبنها بجسم البني آدم، وليه صفات تانية تتميز بيها. أي حد بياكل من لحم الخنزير بيحصل له أول شيء بيكون ديوس، ثاني شيء مش بيكون يعني غيور على أهل بيته، جسمه بيتملي ديدان وفيروسات ومعرض للسرطانات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم.